بسم الله. عملت دور على باترن ومش لاقيه وعملت دور عليه على النت وتسأل صحابك وبقى معاك صحابك ويعملوا نادله وما رضيش يديهولك. طب ليه ما تعملش انت الهاتش دوت او الباترن دوت؟ في برنامج اسمه هاتش كيت، ده بيديني الخاصية ديت ان انا ممكن ابدأ ارسم هاتش اللي انا عايزه. زي ما انت شايف هو بيبدأ يرسمه، تمام. برنامج سهل وبسيط، والهاتش اللي انا عايزه اي شكل انا عايزه يقدر يعمله لي في ثواني، بدل ما تقعد تروح لاصحابك وتطلعوا الاندال معاك زي كل مره. تمام، هنبدا سيف على اتش بات بحيث ان انا اقدر استخدمه في الاوتوكيد. عمرو سليم.